هل النسبة أكتر في المعاملة دي اللي احنا بنتوصل لها لو الجواز جواز صالونات ولا لو جواز عن حب؟ الاتنين أثبتوا نجاحهم حلو، والاتنين أثبتوا فشلهم، يعني مفيش نسبة أعلى من التانية. مفيش نسبة أعلى من النسبة. احنا ياما سمعنا عن قصص حب كبيرة جدا، فعلا، وغراميات وغزل وإعجاب وسنين. وحب وسنين. صح. وفي النهاية سمعنا إن الاتنين دول انفصلوا. أوكي. وكان في جواز مجرد كان جواز تقليدي عادي، والناس بعد ما اتجوزوا حبوا بعض، والعشرة والمودة اللي كانت ما بينهم زرعوا وكبروا الحب اللي كان موجود، والناس دي نجحت وفي ناس فشلت والجواز كمل. فعلا احنا دايما بنقول ان العلاقات ملهاش قانون. صح. قانونها هو الفروق الفردية وطبيعة تعامل الناس مع بعض. حلو قوي. يعني ممكن حد بيديك مشاعر وبيهتم بيك، فانت بتخاف عليه وبتديله مشاعر، حد بيخاف ان هو يجرحك، حد بيخاف ان هو يهينك، حد بيخاف ان هو يقلل من قيمتك قدام الناس، فانت بالتالي بترد له الحاجات الحلوة اللي هو بيعملها معاك. انا بشوفها من وجهة نظري ان حد عايز يكمل او يكمل الحياة، او حد يعني اعتذر، زي ما انت بتقولي في حاجة اسمها بتبقى موجودة عند الانسان، حاجة اسمها نية البقاء او نية الاستمرار. بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. هو ربنا قال ان العلاقة الزوجية دي او العلاقة الاسرية ما بين الزوجين، عقد الزواج ده هو علاقة مقدسة، علاقة غليظة. ربنا قال عليها من اجمل العلاقات اللي لازم تتسم بالمودة والرحمة والود بين الطرفين. صح. لأن الإنسان اللي عايش معاك هو محتاج منك، على قد ما هو مش محتاج منك حاجات كتير، بس محتاج منك الاحترام، محتاج منك المودة، محتاج منك الطبطبة، محتاج منك الاحتواء. الحاجات دي لما أنت بتهمله فيها وبتعامله معاملة قاسية فيها عنف وفيها ضرب وإهانة ومشاجرات، أنت كده بتخلي الإنسان اللي قدامك يكره إن هو يتعامل معاك، وبتموت المشاعر اللي موجودة جواه ناحيتك، لانك انت ما قدرتش تستغل حب الانسان ده ليك. صح. فللاسف الشديد نيه الاستمرار ما بتبقاش موجوده عند كتير من الناس. عشان كده دايما بقول للناس ايه، اتجوزوا لما تكونوا قادرين تتجوزوا، وقادرين تشيلوا مسؤوليه، وقادرين تعرفوا يعني ايه جواز، وقادرين تتحطوا في ضغوط. لان الجواز الحياه الزوجيه مش كلها مثلا حب، لا، الحب ده بيبقى موجود في بعض الاوقات، ولكن احنا عندنا روتين وعندنا مسؤوليات وعندنا حياة، احنا الاتنين بنتقاسمها مع بعض بكل ضغوطها وبنكمل فيها. النية الاكبر او الاهم النية ان انا اكمل، مش ان انا داخل تجربة، او انا عشان فلان اتجوز فانا راح اتجوز. ما انا بقول للناس ما تستعجلوش في الحتة دي، فأنا يعني مثلا ايه، اتأخرتي على الجواز في بعض البنات بسرعة. في بعض البنات بتوصل لسن معين. أوكي. فلما توصل لسن معين بيحصل لها نوع من التوتر والقلق ان هي عايزه تتجوز، ان هي عايزه تمارس حقوقها، ان هي تبقى ام. فبالتالي بيكون اختيارها لشريك حياتها اللي جاي باستعجال، وبتبدا ان هي تختار، وممكن شهر شهرين تلاقيها اتجوزت بعد ما كانت منتظره فتره طويله. طبعا. وفي حد بيتجوز، شاب بيتجوز من ضغط اهله عليه، احنا عايزين نفرح بيك، عايزين نتجوزك، بس هو مش مؤهل نفسيا ولا ماديا ولا معنويا ان هو يشيل اسره ويشيل حياة، يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية. بالظبط. فعشان كده احنا بنقول يا جماعة ان كلمة الجواز دي حاجة ليها معطيات كتير. المودة والرحمة والاهتمام والاحتواء، زي ما ربنا قال استوصوا بالنساء خير، او استوصى بأي حد في حياتك بطريقة فيها نوع من انواع الآدمية واحترام للمشاعر، لان الانسان اللي قدامك هو في النهاية بني آدم. واي حاجة بتأثر فيه، واي حاجة ممكن ترفعه فوق، واي حاجة ممكن تقلله وتنزل منه تحت. طبعا. فاحنا بنقول ايه، بنقول للناس في حاجة اسمها نية الاستمرار. يعني ايه نية البقاء او نية الاستمرار؟ وارد جدا ان اي اتنين يتجوزوا يتعرضوا لكم من الضغوط. ودي حياة، ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد. طبعا. يعني حياة مشقة وعناء، وارد ان يحصل فيه نوع من انواع التوتر والضغط النفسي والضغط العصبي. طيب هل احنا قادرين نحط ايدينا في ايدين بعض ونكمل ونستمر، ولا مع اول مشكله كل طرف هيتخلى عن الطرف الثاني ويقول انا عايز انفصل عنك؟ هل احنا هنختلق المشاكل لبعض وهنتصنع المشاكل لبعض، وكل واحد فينا يخسر الحب والاحتواء ومشاعر الطرف الثاني، ولا هنحط ايدينا في ايدين بعض؟ ناس كتير ابتدت وهي صغيره، وناس كتير ابتدت وهي ضعيفة ماديا، وناس كتير ابتدت وهي كانت إمكانياتها ما تسمح لهاش إن هي تتعايش. طبعا. بس حطوا إيديهم في إيدين بعض وضموا على بعض جامد، وقدروا إن هم يكملوا وعملوا علاقة ناجحة وأسرة ناجحة.